وحد مثبتك مسدس في دماغك من الجنب بالشكل ده. ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا، ايدك الشمال على الاجزاء بتاعة المسدس وايدك اليمين بتمسك ايده اللي ماسكة المسدس، وبتغير اتجاه المسدس وانت بتسحبه ناحيتك، مبتسحبوش زي ما هو، تنزل بيه لتحت بالشكل ده واتجاهه بعيد عنك اهو، ترجع لورا خطوة عشان تديلك قوة في السحب الأخيرة دي. ايدك الاتنين بيطلعوا ياخدوه ناحية الناحية التانية اهو، ايدك الاتنين بيطلعوا في لحظة واحدة وتغير اتجاه المسدس في جزء من الثانية وانت بتسحبه ناحيتك. ايدك الشمال على الاجزاء بتاعة المسدس اهو، والايد اليمين ماسكة القبضة بتاعته عشان ما يحاولش يغير اتجاه المسدس ناحيتك تاني. وبتبدأ تنزل وانت بتغير اتجاه المسدس وترجع لورا خطوة وانت بتسحبه السحبة الاخيرة دي، وايدك الاتنين بيطلعوا حركة واحدة بس، ما بتجزئش الحركة، ايدك ما بتطلعش الا وانت بتغير الحركة او انت بتاخد ايده لفوق، وبتنزل تغير اتجاه المسدس بالشكل ده تسحبه عليه.